بإذن الله. في هذه اللحظات اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لشخص عزيز كريم شارك المؤتمر الوطني وتم انتخابه كنائب أول ثم استقال مختارا، السيد جمع تيجة، تستحق منا كل الشكر والتقدير. الآن سيداتي وسادتي حانت اللحظة التي انتظرناها جميعا، وهي لحظة تاريخية هامة في تاريخ ليبيا، لحظة تسليم واستلام قانون الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. التوقيع أولا سوف يقوم السيد رئيس المؤتمر الوطني بتوقيع القانون، ثم يقوم بتسليمه للسيد المحترم رئيس الهيئة العليا للانتخابات. فنقف جميعا لهذه اللحظة التاريخية. لهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المهرجان الكبير، فلكم منا التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.